زياد رقمك عيني ابو 077 اي مكعب 2 4 مرات 2 2 2 2 0 8 1 2 تتصلون علي ان شاء الله وما يقصر وياكم. باع جمال باعوا هاي سعرها 4.5 دمياطي هذا طبعا اهل مصر هاي اللي اعرفه انا مشتغل وياهم قبل مشتغل وياهم دوشم هذا يسموه ورقه ذهب وهذا حيل تعال باع الخشب الخشب مالته باع ما شاء الله باع هاي انباعت هاي طبعا بس انا عندي هاي احلى ليش لان هاي باع شلون بارزه طالع برا بنص الكبار باع شغل باع تعب اخوان تعب هذا النجار بس يعرف قيمته النجار كلش تعب هذا جمال شوف هذا الميز مالتها تواليت مالتها تواليت مالتها هذا بيها عيب واحد عيبها شنو هذا الفطر بيها بالمرمرة تقدر تغطيه فشي معجون شي يتغطى ما يبين ان هو غامق بس تسوى تسوى عمي باع باع جمال والله باع باع فخامة يدور فخامة وغرفة نوم باعوه باع جمال ما شاء الله باع مية اسبوعية باع هذا مين كوميديات هذا كوميدي الله 4.5 سعرها هذا تتصلون علي ان شاء الله من البداية الرقم رد عليكم ابو مروان جيتم خير تجددون اللي يجيك من طرفي دلل دلل شو ما طرف ان شاء الله دلل والله ان شاء الله ينزلكم من طرفي 10000 ابد ما ينزلون ها طبعا ابو شمس شلونك عيني شلون صحتك الله يخليك خلاص هنا ابو شمس كاونترات غسالات اجهزه كهربائيه كلها جديد مستعمل عندك مو؟ مستعمل ماكو ماكو والله عنده بس اذا تريد عندك مستعمل تبدله له يبدله لك الجديد عادي ماكو مانع هذا شلون سعره؟ هذا مترتين وسكه مدروس ارتفاع عالي سعره اي نعم سعره 700 700 وعنده هذا الموديل 600 عنده فيه جميع الالوان اي نعم مترين وسكه مدروس حلو واكو 550 عندي جوا هذا مترون وسكه مدروس شيء ب 450 هذا اخوان انا هذا ما اعرف ليش يعجبني حلو بالتنظيف هاي ساده حلو هذا سكة عاشو بس هذا ايه حلو هذا السنة كلش حلو هذا اسود بيس كله هذا 700 700 مترين وسيك متروس متروس ارتفاع عالي 10 دقيقة هاي الغسالة 225 225 230 كيلو براد براد 150 حار وبارد ايه هذا جديد ما مستعمل فريش ايه. 350,000 تعرف انتم فلانين طباخات هذا الكريازي ام ب 350,000 350,000 عشيبة وانا اسعاره كلش حلوة يا ابو شيخ ابيك هذا ب 300 قياس 80 هذين شنو الرخيصات هذين الصغار؟ هذا كم قطع استاذ طلال؟ 325 325 وارض وملحق عجيبك والله بلا جميع الالوان متوفره. وهاي الالوان زين والله. اخوان خابروا على ابو شمس مو طبوا لي خاص. وهذا المتر ب 300 ثلاث قطع. ايه هسه اعطيكم رقمه. سينكو ارض وملحق. هذا سينكو ملحق على 200. ايه. قياس متر. على 200 هذا وهذا في الوان هذا متر 20 250. 250. عندك متر ونص 325 لان الوانه كلها. هذا رقم ابو شمس باعوه. تتصلون علي ان شاء الله ما يقصر وياكم تطلع علي عند واتساب هاي هذا بيت هذا عشتار 225 عشتار 225 بكات والله في اللون الابيض وكريم وصادي هذا عندك مستعمل ب 300 وهذا؟ هذا على 400 على 400 هذا جديد ما مستعمل على 400 في الاسود الابيض الستيل الصافي هاي ثلاجات هذا على 400 على 400 بعد في اغواصه
هاي جدد فلان بكار كنت لي في اخضر وابيض ومارون ورصاص. لا عود يعطيكم مو يعطيك مثل ابو المحل المعروف، لا يعطيك اياه بكارتون مو بكارتون هنا. اي هاي هذا عرض ما يعطيك اياه. وهذا هذا 3 متر السيك مرمر والارض مرمر. حلو سعره 900 وهذا مرمر سي متر ونص وهذا 3 متر يا مرمر 900 هذا اللون الثاني. الموديلات على 800 300 كمتر ونص على 800 هذا يجي بس السيك مرمر الارض مو مرمر. اي ارضي هذا مو مرمر اكو مرمر اكو مو مرمر هذا بس هذا سيك مرمر عادي. هذا شوف هذا يمت هذا 2 ونص 2 ونص هذا سيك كمتر ونص سيك كمتر ونص سعره 700 700 وهذا هذا سيكون ملحق قياس متر 2 سعره 600 عدة تفصال؟ تفصال اي موجود تفصال موجود اخوان تفصال جاهز بس زاويه ما نشتغل اتصل على الولد انا رقمك خليته صورته يريد بس مرمره يريد ارضي يريد سيك ملحق اي شيء تريده والعده مستعمل استاذ طلال ايه عده مستعمل يعطينا اياه يريد جديد ماكو مشكله هاي عسيده عسيده من الغرابة كل شيء عنده حتى براد هاي مال الثلاجه مال بيبسي ما هاي ترى يعني حتى بالبيت اكو ناس بالبيت انا واحد من ضمنهم عاجبني اخذ هذا اي صح مال اسواق بس احب حلويات وبيبسيات وهاي اخذ حلوه هاي كلها ابو شمس خليني كراتين جوا كله مخزن كامل شي تريد موجود كلها ابو شمس هذا السيارات موجوده هاي طابقه باعوها صعد وروح اخذ شي تريد موجود توصيل داخل بغداد اكو عندك محل برات حلو هاي خليه بالبيت او محل عندك انا يعجبني بالبيت هيك اخليه واحد شوي تنفتح نفسه والله والله حلوه واحد كلها بالكراتين مخزن مخازن كلها كراتين يعطيك اياها بالكرتون مو يعطيك اياها هيك لا كرتون هاي بالكراتين كلها كراتين يعني عندك بس مرمر مرمر موجود عندك القياس اللي تحبه عنده بس مرمر جاهز يعطيك اياه بس عندك تريد بس كمين يعطيك بس واحدة هذا متر 2 ونص هذا متر 2 ونص هذا متر 2 ونص متر 2 ونص هيك متر ونص حلو قديش هذا؟ لانه على 700 على 700 هذا الورد هذه شو اسمه مال المواعين بيها يجي بيه سلة بار يسمونها هذا نفسه هم متر 2 ونص كلش حلو هذا بس قطعتين مرمر اللون هذا كلش حلو رصاص حلو فشيخ شوي مرغوب عنده رصاص هذا سعره 800 قطعتين مرمر هاي قطعتين مرمر هاي مرمر هذا اللون الاسود العقرب الله هاي اللونين كلش حلو هذا والله ما ادري حيره النسوان بس النسوان يشترون يعرفون انا حيره ارجع للبيت هذا 2 ونص ايه سكه مرمر والارض مرمر هذا يصير تعليق استاذ طلال تعليق هذا اي والحق تعليق تعليق حلو 850 850 هاي ما تنسى مجمده هاي عندك 16425 هاي هاي 14 قدم ب 350 350 وهاي 12 قدم ب 300 تفضل هون حط عليكم رقم تتصلون على ابو شهر مو طبوا لي خاص اذا عندكم محل شيء باعوا اذا عندكم محل عندكم محل اجيكم انا صوره مكتب شركه عقارات بناء زين تتصلون عليه تريدون تشترون كاونتر تطبون على ابو شمس هذا رقمه زين معرض ابو شمس درجه اولى ملك السوق اسعاره حلوه باعوا لو مو خوش ولد ما اجي اصوره زين ولد خوش ولد وحباب اسعاره حلوه ولا شلعون قلبه خطير يعني ما يقول لك نهايته نهايته يلا انا مرات انقهر والله يعني انحرج مرات جماعتي المتابعين يجون الخاطر طلال على مود 5000 ساعه يوقف يا اخي
احنا ورزقه على 5-10 انتم على كيفكم قلنا نهايته قال لك نهايته خلاص روح توكع على الله شوف بيه كل خير يعني يلا امشي لايكات والمتابعه على ايش قد اذني؟ ها عيني كل شيء بسعر هاي على 5 على 5 كل شيء بسعره وهذا الحذاء هاي على 12 على 12 غالي غالي لا الحكي غالي لا لا رخيص رخيص هذا جوجو بس حتى محبس يمشي يلا دير بالك عليهم دير بالك عليهم حتى محبس يمشي اه هذا لا خطير هاي من السودان السلام عليكم هاي بيش ورنات انواع اكو ب 10 اكو 15 اكو ب 10 اكو ب 15 انواع سيارات ان شاء الله دكات القصير عندك؟ وينك؟ قصير قصير وين؟ هاي قبق مال راديتر طويل عم هاي جلوبات يمين صورك عادي هاي الحجينا تجون عليه بيقول خير تدلون عندك رقم يخبروك؟ لا ولا موجود عليه موجود مقابل هاي الشركة العراقية النقل البري باعوا هذه شركة مقابلها هو الحج عنده هاي غراض هاي بنك هاي بدي مسجد والله ما شاء الله سيارات هاي سيارة ترى يد هاي مال سيارة باعوا يد مال سيارة اكو ب 35 واكو ب 45 هذا وبين مجال هذا كان على 100 هذا ني على 100 120 هذا ني على 120 110 110 110 هذا كله جديد كله جديد هذا السلام عليكم ابي صندوق مال الادوات 15 ما عنده غراض هاك اكو 5 هاي البايسكل 65 الف مال بالا هذني ابو جامع اديداس 2000 دينار وشفقه ب 1000 دينار هاي شفقه ب 1000 دينار وهاي بيش؟ ب 2000 خالص والله حلوات ب 2000 بلاش 2000 دينار خالص 30 هاي لا هو بارد ولا هاي كلش حلوات والله عسيلة افتح افتح هيك افتح خلي شوفوا ها بيها سحاب حلوة عشتيدة هاي 175 وهاي هاي 200 كلها جديد هذا والمستعملات اذن على 60,000 تعال رقمك 10 رقمك ايش قلت؟ 0771147735 يعني تعال على اليوتيوب هاي رسالات عده جدد ومستعملات اتصلون علي حتى ثلاجات اصور عندهم هون هذا 275 باهم على 275 275 وهذا في مجال هذا 250 250 اخوان كله في مجال وهذا باربع عيون صغير 25 رقمك ايش قلت؟ 0770-292-8017 بيع وشراء بيع وشراء بارو خريازي هذا بارو ما شاء الله نظيف تتصلون على الولد مو علي انا ترى دا صور مصور هذا تخم على 750 كم مقعد؟ 10 هذني 10 مقاعد
10 مقاعد. هذني 10 باعوا. هاي سوق النهضة جوا الجسر تجي منا قبال عليهم. وهذا بيسار. هذا 150 باعوا. 150. هاي القناة مالته وذيك هذا 200. عندك رقم؟ يلا حط رقمك. قد رقمك؟ 077-26-97-185-9 كاونترات عدد النيت جديدة. علاوي. وذي نعم عندك كاونترات جديدة. يلا تدللون. هسه هنا بالحديقة احنا. الحديقة. حديث هاي بيت صوبة هاي بيت صوبة هاي على 10 صوبات هاي صوبات على 10 شنو على تيك توك بيش سيت هذا جدوره هاي 25 هذا 25 وهذا 20 دوار غراف نقول هاي انتيكات كل بين سعرها انتيكات قديمة كلها نحاس حجي الهاون هذا بيش كبير اكبر واحد 100 هذا الصغار شي طبيعي اقل يعني شوي عنده راديوات مسجلات قديمة